عامان من الصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي هو شعار هذا التجمع الكبير في ساحة العروض بميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء. يؤكد المشاركون في هذا المهرجان أنهم قد انتصروا في العامين الأولين بثباتهم وتضحيات رجال الجيش في جبهات القتال المختلفة. بكل الأحوال فالانتصار الذي حققه الشعب اليمني هو العنوان الأبرز، بما أن العدوان لم يحقق أهدافه المعلنة. عامين من الصمود، عامين من التضحية، عامين من الشموخ، ليعلم العالم وأجمع أننا لن نهن ولن نضعف وسنقاوم مدى الزمان. ونشكر كل الدول التي رافقت اليمن وساندت اليمن، ومنها الشعب السوري الحر البطل الذي وقف شامخا ودافع عن بلاده حتى ما يقارب 6 سنوات. رجالا ونساء وأطفال جاءوا إلى هذه الساحة الكبيرة لإيصال رسالة واضحة أن العام الثالث للعدوان لن يكون كالعامين الماضيين، حيث سيحمل مفاجآت جديدة ستجعل العدو يندم كثيرا على محاولة احتلال وغزو اليمن بهدف السيطرة على ثرواته ومواقعه الاستراتيجية. تطور التكنولوجيا في التسليح الحربي الذي ظهر في الفترة الأخيرة تدل على أن هناك عام حزين سوف يكون على العدوان وعلى حليف هذا. بدون شك أنه بوصولنا إلى عامين من العدوان والإرهاب والقصف والحصار، يشهد العالم بأن مملكة الإرهاب السعودية وحلفائها سقطوا دينيا، سقطوا قانونيا، سقطوا أخلاقيا، سقطوا إنسانيا، سقطوا قيميا، وبدون شك سيسقطون عسكريا إن شاء الله. هو عام ثالث إذن يستقبل اليمنيين بمزيد من الدماء والخراب، لكن ومهما كانت الخسائر كبيرة إلا أنها لن تكون سببا في إعلان الهزيمة عند شعب يقدس الحرية والعيش الكريم كالشعب اليمني. ولسان الحال هنا: لا نموت إلا أعزاء ولا نحيا إلا بكرامة. وحيدا وقف هذا الشعب في مواجهة تحالف يضم أكثر من 20 دولة عربية وغربية. اليوم يعلن الانتصار بذكرى إعلان العدوان الذي بات يدرك الخسارة بفعل صمود وعناد هذا الشعب. عبدالله اليوسفي، الإخبارية السورية، صنعاء.